الدفاع عن المناصب المحوله والمحتاته، لان ما نعانيه جراء الاقصاء منذ سنه 2015 مع دكاتره الموظفين. لانه كيف يعقل دكتور موظف كان تيدير جوج المهنات، تيقرا وفي نفس الوقت كيخدم؟ راه ما يتقبلش العقل هادي. راه حنا كنا كنقراو مفرغين للدراسه فقط وما كيكفاناش الوقت، ليل نهار كنقراو الحرف والستيلو، وكاك ما كيكفاناش الوقت، ودرنا فيها 4 سنين وخمس سنين وست سنين باش نحصلوا على هذه الشهاده. جئنا اليوم نجدد النضال الميداني من اجل امام وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالي وامام البرلمان، لكن للاسف تعرضنا للقمع ولا يعني الاجحاف من طرف السلطات الامنيه، لا لشيء الا لاننا نطالب بالمساواه ونطالب بتحقيق القانون وبتحقيق الدستور، لان الماده 12 والماده 33 و32 من الدستور تنص على المساواه، لذلك نطالب بالمساواه في الانصاف على مستوى مباريات التعليم العالي، لان هناك مجموعه من الخروقات الدستوريه والقانون تمارس على الدكاتره المعطلين من خلال الاقصائهم من مباريات التعليم العالي، لذلك نطالب كل المؤسسات الحكوميه والنقابيه والبرلمانيه والصحفيين والاعلام وكل ما له سلطه في هذه البلاد من اجل انصاف وإعادة الاعتبار للدكاترة المعطلين، لأن بإمكانهم أن يساهموا في التنمية وفي البحث العلمي على المستوى الوطني والارتقاء بهذا الوطن الذي نطمح لخدمته جميعا. لكن للأسف بعد تصويت النهائي على قانون المالية نتفاجأ بأن كل هذه الوعود لم تكن حقيقة، لم تكن صراحة يعني ولم يتم تفعيلها، لأن هناك في التصويت النهائي للقانون المالي يوم أمس لاحظنا بان مسير الجلسه في مجلس مجلس النواب يقول بان بناء على الماده 152 من القانون الداخلي للغرفه الاولى، الغرفه التشريعيه الاولى، على ان الحكومه غير مستعده للتعامل مع عميل في الدكاتره المعطلين، وهذا خرق، هذا استمرار لخرق الدستور واستمرار لخرق القوانين. اذا من هذا المنبر نلتمس من جلاله الملك، نحن الان اصبحنا نطمح الى عطف جلاله الملك من اجل الحلحله ديال هذا الملف واعاده الاعتبار للدكاتره. حنا اليوم جسدنا هذه الوقفه وقفتين احتجاجيه، الأولى كانت أمام وزارة التعليم والتربية الوطنية، والوقفة الثانية كانت أمام البرلمان. جئنا هنا مطالبة بحقوقنا في التوظيف، نحن دكاترة، نحن نخبة هذا الوطن، نحن أطر عليا، نعاني من الإقصاء ومن التهميش ومن اللامبالاة. وجدنا سياسة المماطلة من طرف المسؤولين، من طرف وزارة التعليم العالي بالخصوص، أننا نطالب بحقنا في إدماج في الوظيفة العمومية وفي التوظيف المباشر، لأننا نخبة هذا الوطن، نحن نعاني بصمت، نعاني من البطالة، نعاني من مجموعة من المعاناة مثلا نفسية، لأننا 30 أكثر من 30 سنة وحنايا كان في البحث العلمي وفي مراكز البحث وفي المختبرات، وفي الأخير نجد نفسنا في الشارع كنطالبوا بالوظيفة. هذا حيف في حقنا نحن الدكاترة، وحيف في حق الوطن وفي حق الجيل القادم من المواطنين. غنستمروا في التصعيد ديالنا، وإن أدى بنا إلى الاستشهاد وسأكون أول شاهد حركة الدكاترة المعطلين بالرباط، لأن سبق لنا قدمنا شهداء سواء على المستوى التنسيق الميداني المجازين أو على التنسيق الميداني ديال المعطلين الماستر والشهيد زيدون. سبب الوقفة ديالنا هي واحد المظاهرة ضد بعض القرارات التي اتخذها واحد الوزير كيعيطوا له حسين الداودي، كان في حكومة بن كيران، أصدر واحد القرار يقضي بتخصيص واحد عدد مهم كبير من المناصب بالنسبه لمباريات التعليم العالي بالنسبه للموظفين، وبالنسبه للدكاتره الموظفين، وبالنسبه للدكاتره الغير موظفين او العاطلين، ونحن منهم، نحن منهم تقريبا هذه واحد الخمس سنوات ونحن نعاني من الحيف والاقصاء العمر غادي كنتقدموا فيه، امكانيه الادماج في الجامعه المغربيه غادي كيقل او كيقل، وحنا في واحد الورطه اللي هي كبيره وضعنا فيها هذا الوزير هذا وفي حكومه بن كيران. المطالب ديالنا هو الغاء هذا القرار او هذا المرسوم الذي اتخذه وزير حسين الداودي سنه 2015، هو فتح المباريات للجميع سواء كانوا موظفين او غير موظفين، يعني خصنا حنا كنطالبوا بالتكافؤ الفرص في مثل هذه المباريات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.